في المحاضرة دي اخترت 187 صورة لقيتهم في بيتي كمادة أساسية، وفي نفس الوقت واخد صور من كتاب لتعليم التصوير لموديل بإضاءات مختلفة، وشوتين لإزازة بالمنار صورتهم بالفيديو سنة 97. بحاول إني أأسس أرشيف معين، فقسمتهم لمجموعات مختلفة. علشان أحدد أي مجموعة كان من الضروري إني ألاقي حاجات بتجمع كل صورة مع أختها. أحاول أبني نظام معين. في المحاضرة دي ثلاث حاجات بتحصل في نفس الوقت: أرشيف بيتوضب وبيعاد توضيبه، صوت بيبث بث حي، وممثل بيقوم بقراءة 9 نقط هما نوع من التفكير الحر عن الصورة. 1. التمثيل. مساء الخير، أنا ممثل اسمي سيد الرومي. تم التعاقد معي لكي أقرأ هذه المحاضرة هنا في استوديو إماد الدين. لنبدأ بتقسيم الأشياء. عندما نقوم بإدراك شيء واستيعابه، أي إعطائه معنى محدد، نقوم بتجزئة الأشياء إلى وحدات مختلفة، هويات منفصلة. هذه الحركة ربما تتطلب التعامل مع الأشياء المادية من خلال الوعي بالأسطوري. ما هي الأسطورة اليوم؟ الأسطورة خطاب، شكل كائن بذاته. الأسطورة نظام للتواصل. الأسطورة رسالة معينة لا يحددها المحتوى فقط، بل طريقة أو شكل التعبير عنها. الحركة من الصمت إلى الحديث هي لحظة خلق صورة ذهنية عن الفرد والسياق المحيط به. هي لحظة إيجاد ما ممكن أن نشير إليه بالمعنى الجماعي أو اللغة الموحدة. أي شيء من الممكن أن يصبح أسطوريا؟ أي شيء من الممكن أن نتعامل معه على أنه نص؟ أليس لك اسم؟ فالصورة تصبح نوعا من الكتابة لحظة إيجاد معنى لها، فتتطلب جميع مكونات اللغة من كلمات ونحو. في نفس اللحظة كتابة التاريخ تحوله إلى خطاب، صورة معينة ذات معاني غير بريئة. لنبدأ بتقسيم الأشياء. عندما نقوم بإدراك شيء ما واستيعابه، أي إعطائه معنى محدد، نقوم بتجزئة الأشياء إلى وحدات مختلفة، هويات منفصلة. هذه الحركة ربما تتطلب التعامل مع الأشياء المادية من خلال الوعي بالأسطوري. ما هي الأسطورة اليوم؟ الأسطورة خطاب، شكل كائن بذاته. الأسطورة نظام للتواصل. الأسطورة رسالة معينة لا يحددها المحتوى فقط، بل طريقة أو شكل التعبير عنها. الحركة من الصمت إلى الحديث. ولا بنحاول نخلق منهج أو نكتشف حقيقة،
قد ما بنحاول نلمس سطح وعي معين او رؤية معينة او تفكير معين. اثنين، اللحظة. يعني العالم الذي يحيط بنا يترجم ويشفر ويعاد ترجمته من معنى لمعنى. الجملة التي تنطق واللحظة التي تنطق فيها ذاتهما موقع معين في نسيج اجتماعي. التاريخ إذا كان تاريخ الحروب أو واحد بيحكي اللي حصل له امبارح هو سرد للأحداث يحتوي على خطاباته الخاصة، فهو بالتالي جزء لا يتجزأ من تعبير المادي والملموس، يعيش من خلال اللغة وهي ذاتها المادي والملموس. ولكن اللغة ليست مجرد كيان محايد يقوم وصف السياق، بل هي أداة أو سلاح لتحديد المواقع. فبالتالي لابد من تحليل الموقع الذي تحدده العبارة لمدلولها، بدلا من أخذ علاقة المؤلف بما صنع كبنية أساسية للعمل الثقافي. يمكن يعني العالم الذي يحيط بنا يترجم ويشفر ويعاد ترجمته من معنى لمعنى. الجملة التي تنطق واللحظة التي تنطق فيها ذاتهما موقع معين في نسيج اجتماعي. التاريخ إذا كان تاريخ الحروب أو واحد بيحكي اللي حصل له امبارح هو سرد للأحداث يحتوي على خطاباته الخاصة، فهو بالتالي جزء لا يتجزأ من تعبير المادي والملموس، يعيش من خلال اللغة وهي ذاتها المادي والملموس. ولكن اللغة ليست مجرد كيان محايد يقوم بوصف السياق، بل هي أداة أو سلاح لتحديد المواقع. فبالتالي لابد من تحليل الموقع الذي تحدده العبارة لمدلولها، بدلا من أخذ علاقة المؤلف بما صنع كبنية أساسية للعمل الثقافي. يعني العالم الذي يحيط بنا يترجم ويشفر ويعاد ترجمته من معنى لمعنى. الجملة التي تنطق واللحظة التي تنطق فيها ذاتهما موقع معين في نسيج اجتماعي. التاريخ إذا كان تاريخ الحروب أو واحد بيحكي اللي حصل له امبارح هو سرد للأحداث يحتوي على خطاباته الخاصة، فهو بالتالي جزء لا يتجزأ من تعبير المادي والملموس، يعيش من خلال اللغة وهي ذاتها المادي والملموس. ولكن اللغة ليست مجرد كيان محايد يقوم بوصف السياق، بل هي أداة أو سلاح. ولكن لو حاولنا نتخيل أسئلة وهمية موجهة لنا كأفراد، هنضطر نتخيل شيء خارج فرديتنا أو ذاتيتنا، شيء ممكن نبص له كسطح مجرد لا بيعكس ولا بيعبر ولكنه موجود. ثلاثة، الفجوة. يعني التصميم على المعنى كأساس لتذوق المنتج الثقافي يخلق فجوة بين ما نراه وهو الصورة وما نفهمه وهي الفكرة. العمل
يصبح مسخر لحمل رسالة على الجمهور أن يفك شفرتها، فيتحول العمل إلى حامل لما هو أبعد من نفياتي الخاصة والتي تسيره باتجاه هدف يساعد على استهلاكه واستيعابه والتخلص منه. الخطاب الأسطوري جزء من إمبراطورية المعنى التي نعيش تحت استبدادها. تحديد المواقع وإيجاد الفوارق يخلق أزمة ما، وهي عدم قدرة خلق تواصل ما بين الاختلاف، وهو ما يحدد أو يكون وحدة بذاتها وهوية جماعية. النعي أن كل وحدة في هذا السياق محددة سلفا من خلال علاقة بشيء آخر، شيء يصبح خارجها ويتعامل معها كمجرد سطح. يعني التصميم على المعنى كأساس لتذوق المنتج الثقافي يخلق فجوة بين ما نراه وهو الصورة وما نفهمه وهي الفكرة. العمل يصبح مسخر لحمل رسالة على الجمهور أن يفك شفرتها، فيتحول العمل إلى حامل لما هو أبعد من مادياته الخاصة والتي تسيره باتجاه هدف يساعد على استهلاكه واستيعابه والتخلص منه. الخطاب الأسطوري جزء من إمبراطورية المعنى التي نعيش تحت استبدادها. تحديد المواقع وإيجاد الفوارق يخلق أزمة ما، وهي عدم قدرة خلق تواصل ما بين الاختلاف، وهو ما يحدد أو يكون وحدة بذاتها وهوية جماعية. النعي أن كل وحدة في هذا السياق محددة سلفا من خلال علاقة بشيء آخر، شيء يصبح خارجها ويتعامل معها كمجرد سطح. يعني التصميم على المعنى كأساس لتذوق المنتج الثقافي يخلق فجوة بين ما نرى وهو الصورة وما نفهمه وهي الفكرة. العمل يصبح مسخر لحمل رسالة على الجمهور أن يفك شفرتها، فيتحول العمل إلى حامل لما هو أبعد من مادياته الخاصة والتي تسيره باتجاه هدف يساعد على استهلاكه واستيعابه والتخلص منه. أسهل شيء وأخطر شيء هو التأليه، ولكن لا يمكن التعامل مع الأشياء من غير ما نفهم البعد الأسطوري ليها. 4. النرجسية. يعني هناك مشكلة أساسية. 1. رغبات الإنسان تحال إلى الحيز الشخصي والاجتماعي والعائلي. 2. الأسئلة الأخلاقية والسياسية تحال إلى ما هو مجرد وذهني، فلابد هنا أن نقوم بعملية تعرية للفجوة المصنعة بين المجرد والشخص. تعال الآن نتخيل مشهد واحد في نشرة الأخبار مثلا، أن نتخيلها بدون تعليق، بدون صوت، بدون حركة، نتخيلها فقط كما هي.
فالصورة شيء مبهم. القيام ببثها واستقبالها يفرض عليها شكلا ما ولغة ما وشفرة ما، وهذا ما يلغيها ويحولها إلى نقيضها وهي المعلومة. ما يمكن الاحتياز عليه بالكامل ما يمكن معرفته، أو يحولها إلى أداة للعراق السياسي مثلا. ولكن إبهام الصورة يعطيها مساحة لا يمكن تفسيرها أو وضعها في إطار، وهو موقع الخفي. يعني هناك مشكلة أساسية. واحد، رغبات الإنسان تحال إلى الحيز الشخصي والاجتماع والعائلة. اثنين، الأسئلة الأخلاقية والسياسية تحال إلى ما هو مجرد وذهني. فلابد هنا أن نقوم بعملية تعرية للفجوة المصنعة بين المجرد والشخص. دعنا الآن نتخيل مشهد واحد في نشرة الأخبار مثلا، أن نتخيلها بدون تعليق، بدون صوت، بدون حركة، نتخيلها فقط كما هي. فالصورة شيء مبهم، القيام ببثها واستقبالها يفرض عليها شكلا ما، لغة ما، شفرة ما، وهذا ما يلغيها ويحولها إلى نقيضها وهي المعلومة. ما يمكن الاحتياز عليه بالكامل ما يمكن معرفته، أو يحولها إلى أداة للعراق السياسي مثلا. ولكن إبهام الصورة يعطيها مساحة لا يمكن تفسيرها أو وضعها في إطار، وهو موقع خفي. يعني هناك مشكلة أساسية. واحد، رغبات الإنسان تحال إلى الحيز الشخصي والاجتماعي والعائلي. اثنين، شبكة من المعاني كل واحدة مبنية على الثانية. خمسة، الإعادة. يعني في هذه اللحظة الراهنة المعلومات هي الشيء الذي أنت مطالب بتقديمه للعالم، فبالتالي الموقع الذي تتحدث منه يصبح تفسيراً للحدود التي رسمت سلفاً لك كفرد. فبالتالي أنت مجبر أن تتحدث عن الكون والأصل والهوية، وهنا اختيارك للغة أو أسلوب معين ليس له قيمة. أصبحت مجرد حامل لرسالة تقوم بوظيفة ما وتصنع إطار لتحديد ذاتك. فالمتلقي هنا لا يمكنه التعامل مع خطابك على أي مستوى آخر. التشابك لحظة إيجاد حوار بناء وخطير في آن واحد أصبح مستحيل. أصبحت محكوم تحت علامة الألف بدون حراك، ضخم كالمعادن. البورتري نظرة تحدي مباشرة إلى عدسة الكاميرا هي لحظة خلق إمكانية تقبل شيء آخر بكل ما يتضمنه هذا. البورتري خطف اللحظة المعاشة وتدوينها
وتخزي منها هي لحظة هزيمة الإنسان الكبرى. يعني في اللحظة الراهنة المعلومات هي الشيء الذي أنت مطالب بتقديمه للعالم، فبالتالي الموقع الذي تتحدث منه يصبح تفسيراً للحدود التي رسمت سلفاً لك كفرد، فبالتالي أنت مجبر أن تتحدث عن الكنه والأصل والهوية، وهنا اختيارك للغة أو أسلوب معين ليس له قيمة، أصبحت مجرد حامل لرسالة ما تقوم بوظيفة ما وتصنع إطار لتحديد ذاتك. فالمتلقي هنا لا يمكنه التعامل مع خطابك على أي مستوى آخر. التشابك لحظة إيجاد حوار بناء وخطير في آن واحد أصبح مستحيل. أصبحت محكوم تحت علامة الألف بدون حراك، ضخم كالمعالم. البورتريه نظرة تحدي مباشرة إلى عدسة الكاميرا هي لحظة خلق إمكانية تقبل شيء آخر بكل ما يتضمنه هذا. البورتريه خطف اللحظة المعاشة وتدوينها وتخزينها هي لحظة هزيمة الإنسان الكبرى. يعني في اللحظة الراهنة المعلومات هي الشيء الذي أنت مطالب بتقديمه للعالم، فبالتالي الموقع الذي تتحدث منه يصبح تفسيراً للحدود التي رسمت. كلمتين لقيتهم جوه دورك على ورقة مكتوبة من 15 سنة: أن نبتصر جديداً. 6 التفكر. يعني هذا الخيال الكامن بداخلنا مرتبط ارتباطاً عضوياً بمفهوم الصورة، بقدرتنا على أن نتخيل أنفسنا من الخارج وأن نصبح مجرد سطح. كيف كانت أحلامنا ونحن نياما قبل أن نكتشف المرآة، قبل الصور الضوئية، قبل السينما، هذا الخيال الإرهابي، هذا الخيال جزء من سلطة غير محتملة نعيش في ظلالها. الحلم هو ما يمكن أن نعتبره من زاوية ما المقموع، حيث نرى أنفسنا ونحن نتحطم. لحظة دمار النفس الشاملة هذه، عندما ترى نفسك وأنت محاط بالكوارث، جزء لا يتجزأ من إدراكنا لأنفسنا، من العلاقات المتشابكة ما بين الفم والأذن، حيث نسمي أنفسنا ليصبح لنا اسم. هذا الإرهاب هو ظل عدوه وظل صديقه في آن واحد، فالمهيمن يريد خلاصه سراً دائماً أبداً. يعني هذا الخيال الكامل بداخلنا مرتبط ارتباطاً عضوياً بمفهوم الصورة، بقدرتنا على أن نتخيل أنفسنا من الخارج وأن نصبح مجرد سطح. كيف كانت أحلامنا ونحن نياما قبل أن نكتشف المرآة،
قبل الصور الضوئية، قبل السينما. هذا الخيال الإرهابي، هذا الخيال جزء من سلطة غير محتملة نعيش في ظلالها. الحلم هو ما يمكن أن نعتبره من زاوية ما المقموع، حيث نرى أنفسنا ونحن نتحطم. لحظة دمار النفس الشاملة هذه، عندما ترى نفسك وأنت محاط بالكوارث، جزء لا يتجزأ من إدراكنا لأنفسنا، من العلاقات المتشابكة ما بين الفم والأذن، حيث نسمي أنفسنا ليصبح لنا اسم. هذا الإرهاب هو ظل عدوه وظل صديقه في آن واحد، فالمهيمن يريد خلاصه سرا دائما أبدا. يعني هذا الخيال الكامن بداخلنا مرتبط ارتباطا عضويا بمفهوم الصورة، بقدرتنا على نتخيل أنفسنا من الخارج وأن نصبح مجرد سطح. كيف كانت أحلامنا؟ هنا بنبني علاقات ما بين الحاجات المختلفة. بمجرد ما بنعرضها مع بعض في شكل واضح، بنكتشف علاقات جديدة. 7. النظرة. يعني أسوأ أنماط الوطنية هي ما تأخذ المحدد وتعممه. يعني إيجاد أسلوب لتحويل القيمة المتضخمة إلى قيمة استخدام لا يمكن الوصول إليه بمجرد رفض الكوني والمجرد. لابد من اقتحام هذا المنطق المغترب لتحويله ضد نفسه. يمكن. هذا الكيان الضخم مجرد صورة مكفوفة أو سياسة ذات أهداف. ولكن من الممكن العمل خارجها وداخلها، من خلالها وضدها دائما وأبدا. فقد تم اتخاذ القرار في هذه المحاضرة بالتعامل مع أرشيف خاص، وهو هنا الموقع الخفي، الفجوة التي من خلالها تحدد هويات أو وحدات لها بداية ونهاية، تكتشف صوتا لها وتبدأ بصنع خطابها، وهي محاولة لتفعيله. وهذا ليس ممكن إلا إذا قمنا بالتعامل معه كمادة خالصة، نتصادم ونتحاور أو نتشابك معها، نلقاها بدلا من أن نتعامل معها كمادة مجردة نقوم بتفسيرها. وهذا مهم جدا جدا، وهذا ذات أهمية قصوى. يعني أسوأ أنماط الوطنية هي ما تأخذ المحدد وتعممه. يعني إيجاد أسلوب لتحويل القيمة المتضخمة إلى قيمة استخدام لا يمكن الوصول إليه بمجرد رفض الكوني والمجرد. لابد من اقتحام هذا المنطق المغترب لتحويله ضد نفسه. يمكن. هذا الكيان الضخم مجرد صورة مكفوفة أو سياسة ذات أهداف. ولكن من الممكن العمل خارجها وداخلها، من خلالها وضدها دائما أبدا. فقد تم اتخاذ القرار في هذه المحاضرة بالتعامل مع أرشيف خاص، وهو هنا
الموقع الخفي، الفجوة التي من خلالها تحدد هويات أو وحدات لها بداية ونهاية. تكتشف صوتا لها وتبدأ بصنع خطابها، وهي محاولة لتفعيله، وهذا ليس ممكن إلا إذا قمنا بالتعامل معه كمادة خالصة. نتصادم ونتحاور أو نتشابك معه، نلقاها بدلا من أن نتعامل معها كمادة مجردة نقوم بتفسيرها، وهذا مهم جدا جدا، وهذا ذات أهمية قصوى. يعني أسوأ أنماط الوطنية هي ما تأخذ المحدد وتعممه. فبالتالي الحدث ده مجرد افتراض أو اقتراح، علشان يمكن مفيش حلول، علشان يمكن مفيش مشكلة أصلا. 8 التخفي. يعني فهم الصورة هو عدم إدراكها، ولكن عدم التعامل مع الصورة كمادة ثقافية أو كلغة، أي كمادة مجردة، خطأ جسيم. يعني عدم إدراك الصورة هو مساحة لها، مساحة لنا لنتحسس ما يحيط بنا، وهو ما يكمن بخواطرنا. يعني عدم فهم الصورة ليس ذات أهمية. يعني عدم إدراك كيف تشفر الصور نوع من العمى. هنا أعارض حديثي وأحاول أن أقوم بمزج ضدي مع ضده. يعني الحديث عن الصورة شيء معقد ولكن ذات قيمة، ولكن رفض هذه القيمة يقربنا من مخيلتنا الإرهابية، المشهد الأساسي، وهكذا لا يوجد مفر. يعني فهم الصورة هو عدم إدراكها، ولكن عدم التعامل مع الصورة كمادة ثقافية أو كلغة، أي كمادة مجردة، خطأ جسيم. يعني عدم إدراك الصورة هو مساحة لها، مساحة لنا لنتحسس ما يحيط بنا، وهو ما يكمن بخواطرنا. يعني عدم فهم الصورة ليس ذات أهمية. يعني عدم إدراك كيف تشفر الصور نوع من العمى. هنا أعارض حديثي وأحاول أن أقوم بمزج ضدي مع ضده. يعني الحديث عن الصورة شيء معقد ولكن ذات قيمة، ولكن رفض هذه القيمة يقربنا من مخيلتنا الإرهابية، المشهد الأساسي، وهكذا لا يوجد. يعني فهم الصورة هو عدم إدراكها، ولكن عدم التعامل مع الصورة كمادة ثقافية أو كلغة، أي كمادة مجردة، خطأ جسيم. يعني عدم إدراك الصورة هو مساحة لها، مساحة لنا لنتحسس ما يحيط بنا، وهو ما يكمن بخواطرنا. يعني عدم فهم الصورة ليس ذات أهمية. يعني عدم إدراك كيف تشفر الصور نوع من العمى. هنا أعرض حديثي وأحاول أن أقوم بمزج ضدي مع ضدي. يعني الحديث عن الصورة شيء معقد ولكن ذات قيمة، ولكن رفض هذه القيمة يقربنا
من مخيلتنا الإرهابية المشهد الأساسي. وهكذا لا يوجد مفر. يعني فهم الصورة هو عدم إدراكها، ولكن عدم التعامل مع الصورة يعني التعامل مع اللغة العربية خارج إطار التمثيل أو التقرير أو الحديث أو الشكل الأدبي له إشكاليات خاصة. 9 الترجمة. نشكر حضراتكم دلوقتي بعد الأستاذ حسن لسمع استماع لي وتعليقاتكم حوالين المحاضرة. تفضل.